على كل حال، هذا بدون شك هو جزء من الخلل العام الذي صار فيه المسلمون شيئا فشيئا كالخط المائل، بمرور الزمن يزداد ميلا ويزداد ابتعادا عن المسار المستقيم الذي كان عليه، حتى لو كان الميل في البداية يعني بالمليمترات أو أقل من المليمتر، فإنه بقرن وثلاثة قرون وعشرة قرون سيصبح بالكيلومترات وبالأميال الكبيرة. فإذا هذا بدون شك خلل، وهذا الخلل أفضل من رصده وتناوله واستفدت منه كثيرا هو صاحب كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة، والذي ما فتئت أنصح بقراءته. أنا شخصيا أحدث عندي ثورة في فهمي لقضية المرأة عبر التاريخ وقضية المرأة في الشرع، وفوجئت أن العصر النبوي كان متقدما بما لا يحصى عن العصور التي جاءت بعده في مسألة المرأة، رغم أنها مسألة اجتماعية. كان يمكن أن نقول العصر النبوي أعطى انطلاقة، والعصر الذي يليه تقدم الناس أكثر ثم أكثر، لكن الذي وقع هو العكس، وقعت انتكاسة سريعة جدا. وهذا كما أقول في بعض المناسبات، أحيانا تغلب القبيلة الدين، وهذا من ذاك. يعني في كثير من القضايا القبيلة والقبلية والعقلية القبلية فعلا غلبت، وسرعان ما الناس انحازوا إلى أعرافهم القبلية. هذا وقع حتى في السياسة والحكم، ووقع في موضوع المرأة ربما الدرجة الأولى في هاتين القضيتين. فإذا هي معركة تحتاج إلى جهود كبيرة، وأيضا تطور شيئا فشيئا بطيء. الحمد لله أنا منذ زمن طويل لما كنت في الحركة وفي رئاستها وحتى بدون رئاستها، كنت دائما أقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءته نساء واشتكينا وقلنا يا رسول الله غلبنا الرجال على مجالسك فاجعل لنا مجلسا، فجعل لهن مجلسا خاصا يعوض النقص، مع أن المجالس الأخرى مفتوحة لهن تماما، ونحن أتت علينا أزمان المساجد أغلقت في وجه المرأة، ليس فقط في المغرب، في دول أخرى أشد، في دول أخرى لحد الآن لا ترى امرأة في صلاة الجمعة. في بعض الدول وبعض المذاهب بصفة خاصة المرأة لا وجود لها في المسجد. في المغرب الآن الأمر جيد جدا في الصلوات، في الجمعة، في التراويح، في الدروس، محو الأمية إلى آخره. فإذا هناك انتكاسة كبيرة وقعت وامتد زمانها قرونا. فإذا علينا أن نعمل كما أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعطي للنساء فرصا أكثر. وأنا بالأمس فقط كان عندنا نقاش عن بعد في مجلس الأمناء للاتحاد، وعرض علينا الأخ الذي يرأس لجنة تكوين الشباب يعني العلماء، فعرض علينا دورة سيقدمونها لبعض الشباب الذين يختارونهم، لا أدري 50 أو كذا من طلبة الدراسات الإسلامية وإلى آخره. فسألته وأوصيته كما كنت أوصيته قبل شهرين تقريبا، أين الشابات؟ عندكم برنامج لتكوين العلماء الشباب، أين برنامج لتكوين العلماء الشابات؟ أو أين نسبة الشابات في هذه الدورة نفسها؟ فاعتذر ووعد إلى آخره، وهو مدير جامعة في إسطنبول. ومع ذلك يعني في الدراسة النظامية حيث لا شأن له بها تأتي الطالبات والطلبة، لكن في أمور يفعلها العالم بنفسه أو الداعية تجده متأثرا بهذه العقلية، يعني تغييب النساء، تغييب الشابات. وبينما كان ينبغي العكس، أنا بالنسبة لي حتى إذا كان لابد أن نعمل دورة للشابات ودورة للشباب الذكور، نبدأ بالشابات أولا، لأنه قد لا تتاح الفرصة، لا ندري ماذا يقع، ونحدث دورتين للباحثات ودورة للباحثين، هكذا حتى نعيد التوازن ونصحح الميزان. هذا هو الطريق. وأنا لا أقول بالضرورة أننا في يوم من الأيام ستكون عندنا المناصفة التي أتانا بها الدستور والحكومة، ولكن على الأقل
إذا كان عندنا 100 من العلماء يكون 40 منهم و30 من النساء المجتهدات والمحدثات والمفسرات. أنا أعرف ظروف المرأة من ولادة وكذا ومتطلبات، لكن هذا لا يفسر تغييبها أبدا ولا يجيز تغييبها أو تنقيص حجمها الحيز المخصص لها إلى درجة العدم أو إلى ما يقرب من العدم. التفاوت بسيط نقبله ونتفهمه، لكن على العموم لا فرق في التعليم والعلم والفتوى. علماؤنا أظن لو لم يجدوا عائشة لقالوا الفتوى لا تجوز للنساء، لكن تتقف أمامهم عائشة فلا يستطيعون أن يقولوا الفتوى خاصة بالرجال، ولم يستطيعوا أن يقولوا الرواية رواية الحديث خاصة بالرجال ويشترطوا فيها الذكورة، لأنهم دائما يجدون صحابيات وأمهات المؤمنين يروين الحديث ويجتهدن. وقد قال بعض المتأخرين المتخلفين لا تستشار المرأة، لكن يجدون أمامهم استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. فإذا مرجعنا الحقيقي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على المسلمين أن يمضوا فيه بدل أن ينقلبوا عليه في الحياة الاجتماعية. ربما حفظك الله. الانقلاب السياسي كان مقصودا، لكن الانقلاب الاجتماعي كان تلقائي، الناس جذبتهم قبليتهم وحياتهم الاجتماعية التي ألفوها. تفضل أستاذ عثمان. عفوا.